أنجي خوري تشن هجوما قويا على أنجي لبشارة بسبب والك فوري وتفضح سبب طلاقهما لأول مرة. ردت الفنانة السورية أنجي خوري على أنجي لبشارة طريقة الفنان اللبناني والك فوري، وذلك بعد انتقاد الأخيرة لصورتها التي كانت نشرتها سابقا وظهرت فيها برفقة النجم اللبناني. وتداولت عدة صفحات فنية مقطع فيديو لخوري ظهرت فيه وهي تهاجم أنجيلا وقالت: أنجيلا حياتي، ما كون أنا سبب طلاقك كمان، رح تلجأ إلى القضاء؟ أنجيلا حياتي، ما كون أنا سبب. وأضافت خوري: مش معقول الغيرة، ما عم صدق، بس بتعرفوا لو أنا محلا يمكن كنت غرت وفقعت. وختمت خوري الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية وائل الأخيرة البنت القوية. هذا وكانت عادة حياة الفنان اللبناني وائل كفوري لتتصدر حديث المتابعين مؤخرا، وذلك بعد ظهور فتاة جديدة في حياته. وفي التفاصيل، فقد نشرت النجمة السورية المثيرة للجدل أنجي خوري عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام صورة تجمعها بوائل كفوري، وأعربت من خلالها عن اشتياقها لأيامهما مع بعض. وأثارت صورة أنجي ووائل ضجة واسعة بين المتابعين الذين تداولوها بشكل واسع قبل أن تقوم أنجي بحذفها، وتساءلوا عن طبيعة العلاقة التي كانت تجمعهما. يلي بدك منه كتير ما تبين حبك. ومن ناحية أخرى، كانت احتفلت شانا عبود حبيبة الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاده 47 الذي صادف في 14 من شهر أيلول سبتمبر الحالي. وبحسب ما ذكر موقع الفن، فقد حضرت شانا لحبيبها الفنان اللبناني وائل كفوري مفاجأة مميزة كانت عبارة عن قالب كيك بأحرف اسم وائل وزينته بالأضواء. يا ويلي من حبة سكر على مربى أحساسي. وكان تداول رواد متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو ظهر فيه أصدقاء الفنان اللبناني وائل كفوري وهم يفاجئونه بعيد ميلاده. وظهر النجم اللبناني خلال تواجده في جلسة مع أصدقائه الذين فاجأوه بقالب حلوى وهم يغنون له عيد ميلاد سعيد. وكان رد كفوري على متابعيه ومحبيه الذين عايدوه بأطيب التمنيات والنجاحات المستمرة بمناسبة عيد ميلاده 47 وذلك عبر صفحته الخاصة على تويتر، وعلق قائلا: بشكركم من قلب قلبي على معايداتكم ورسيلكم الحاملة هالكم من الحب والوفا والصدق، وإن شاء الله بسنين القادمة منعيد سوا بظروف أفضل، حبكم. حبيبي خليك حدي غير عيونك ما بدي.